بيقبض على أحمد زكي نتيجة إصراره على الاستمرار في القضية، وبنشاهد ماذا يحدث في هذا المشهد ولقائه في السجن مع ابنه. أستاذ أحمد، هل علاقتك بابنك في الفيلم واكتشافك ماذا حدث بيعتبر لحظة التنوير اللي غيرت الشخصية؟ طبعا. إزاي؟ لأن ابنه ده هو أي إنسان ما يحبش إن ابنه يبقى يمر بالظروف اللي هو مر بيها. فابنه ده حاجة اللي منه، الحاجة النظيفة اللي هو عايزها تبقى كويسة يعني. فلما اكتشف إن ليه ابن، واكتشف إنه في لحظة كده، مش عارف بقى يعني تحليلها، انا اقول الاحساس، انما الاستاذ عادل مثلا ممكن يقولها لنا في الطب النفسي بشكل علمي، ان هو حس ان ده ابنه ومش عاوزه، يعني حس ان بنفسه في ابنه، حس انه بدأ من تاني، حس ان ابنه مش لازم يمر، حس انه بيدافع عن ابنه، بيدافع عن نفسه. ما اعرفش جات لي ازاي، انا حسيت كده ان 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 ان, إن الراجل ده المناخ افرزه بالشكل ده وما ادالوش فرصه ان هو يتراجع، بالعكس اداله الفرصه ان هو يستمر. فلما شاف ابنه ان هو مش عاوز يستمر في كل الخطا اللي حصل ده، فبيتكلم على ابنه وكل الاولاد اللي على شكله ابنه، بيتكلم عن نفسه من غير ما يشعر. فده طبعا لازم في اللحظه دي بيدافع عن ابنه، بيدافع عن نفسه، ده اللي اقدر اقول لك عليه. ففجر عنده نفسه، فجر عنده ابنه، فجر عنده هو راح تصور تاني. صح يا استاذ عادل، انا مش عارف دكتور عادل يقدر يقول لنا الراي العلمي في الاخر خالص في هذه القضيه. هو ابنه كان رمز لفتره النظافه اللي عاشها قبل ما يدخل طريق هذا الطريق المنحرف جدا، فاعاد بيه، اعاده الى القديم كله. أيوة. اللي الفتره اللي كان فيها كنيابه وكويس جدا ومش منحرف والى اخره. فانا بتصور انها كانت منطقه جذب جديده لان هي انها تعود به الى ما كان عليه قبل هذا الانحراف. واعتقد ان الدكتور عادل اتفضل. انا رايي ان يعني الاستاذ وجيه هنا كان طبيب نفسي يعني، او وده يقول ان الفنان سواء كاتب او ممثل هو يعني مبدع نفسي قبل ما يبقى، لانه يعني انا رايي ان منطقيه وعبقريه انه يبقى اللي يفجر كل ده الابن. ليه؟ هو المشاعر الايجابيه في الحياه ان انا مثلا اتعاطف يعني، فاشوف ابن الجيران رجله اتكسرت فاتعاطف معه، بس اروح البيت غير متألم، اشوف ابني كويس خلاص انسى. في مرحلة ما بعد التعاطف وهو التناغم الوجداني. يعني ايه التناغم الوجداني؟ يعني انا اعيش التجربة. يعني لو مثلا استاذ وجيه ايده بتوجعه دلوقتي، انا لو اتناغم معاه ايدي توجعني. وده اللي قال عليه احمد زكي بقى نفسه، يعني الطفل ده هو نفسه، هو امتداده، يعني هو طفل بيولوجيا ايه هو امتدادي، هو الخلايا بتاعتي الجينات بتاعتي اتنقلت لي، فهو نفسي، فهو امتدادي، فمستقبلي، فتناغم معاه، فحس نفسه في هذا الطفل. طفل ايه؟ طفل براءة، الطفل مستقبل، الطفل نظافة. فدي بقى اللي هي بقى لحظة التنوير ولحظة التطهير، فخرج من هذه الذات الملوثة إلى ذات هذا الطفل البريء. ولهذا وكان في منتهى القوة يعني ضد العالم كله. أيوة. ده هو مش ضد الحكومة، ده ضد كل ما هو فساد، لأنه يدافع عن قضية هذا الطفل وكل الأطفال. وكان من المستحيل أن يكون نظيفا إلا بهذه الطريقة. يعني ذلك هي يعني فيها علم نفس دقيق جدا، أن يكون المفجر هو الابن، يعني المستقبل والنظافة والطهارة والبراءة، وخاصة بقى ابنه هو. يعني تعرف لو أولاد الناس تانيين ما ولا حاجة. يعني ممكن الواحد يتعاطف، لكن هو بقى ابنه يبقى أنا. يبقى دي عملية التوحد والتناغم النفسي الذي فجر كل ما هو نظيف داخل هذه النفس البشرية التعسة. يعني هذه النفس البشرية التعسة. صح. أستاذ وجيه، هل
لابد لكل إنسان من مبدأ في الحياة يدافع عنه ويؤمن به. هو يعني أنا بتصور يعني الفرق ما بين الإنسان والحيوان هي عملية القيم والمبادئ اللي موجودة فيه. يعني حتى لما بنلاقي هو إنسان منحرف قوي وحش قوي ده حيوان يعني ما يعني كده. والإنسان لازم يكون مؤمن بشيء ومعتقد به تماما ويدافع عنه ويحارب من أجله. ده هو اللي ممكن نطلق عليه إنسان. أنا ما بناقش ما إذا كان ما يؤمن به غلط أو صح. ولكن لابد أن يكون لديه إيمان بشيء ما بمبدأ ما. يعني ممكن يكون مبدأ ديني، ممكن يكون مبدأ يساري، ممكن مني كسياسة يعني. ممكن يكون مبدأ يميني وهكذا، بس يكون عنده مبدأ اتجاه معين يؤمن به. أهم شيء أنا رأيي في المبدأ الأساسي اللي يجب أن يتصف به الإنسان هو أنه يفرق بشكل جيد جدا ما بين الحرام والحلال. تمام. ده أهم حاجة. دكتور عادل، تحول شخص منحرف إلى بطل الناس بتسقف له في مرافعته، فيمكن أن يحدث هذا التحول في شخصية إنسان؟ يعني من شخص منحرف تماما إلى بطل، ده بيحصل في شخصية الإنسان الطبيعي؟ أصله القضايا الإنسانية يعني صعبة ومعقدة. يعني ما التحول هنا ما هوش تحول فيزيائي أو تحول مادي. ده يعني تركيبة بدأ من علاقته بأمه ولعبه في الحارة وعلاقته بالمدرس بتاعه ولحظة حنان مر بيها ولحظة قسوة وعنف تعرض ليها، وبعدين تغيرات سياسية واجتماعية شلفطته خالص وخلته يتجه إلى اتجاه والإنسان هنا في هذه الرحلة الصعبة جدا مسير. لكن تأتي لحظة اختيار حقيقية، يعني تأتي لحظة يقرر فيها الإنسان، وزي ما قلت لحضرتك دي لحظة مواجهة بقى مع النفس. يعني 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 لحظة صدق. يعني لحظة يعني لحظة قرار أن أكون نظيفا. وتأكدي إنها لحظات يعني ممتعة جدا في حياة الإنسان. يعني مثلا إيه، أنا هحكي لك حاجة هايفة جدا. لحظة إن أنا قررت أبطل تدخين. يعني كل الناس بتدخن وما يعتبرش عيب وما يعتبرش يعني لكن هي لحظة انتصار. يعني وانا حسيت انها لحظة حق. صح. يعني لحظة صح، يعني انا هنا صح. يعني انا صح. طب ازاي اكون طبيب وادخن مش عارف ايه؟ واجهت بقى نفسي. يعني هنا بقى ايه، بصيت لنفسي في المرايه. احنا بنبص لنفسنا في المرايه كده بسرعه وتنتنا ماشيين، لكن لو الواحد بص كده وتامل كده ايه ده، مين ده، وجواه ايه، ويحاول بقى يطلع. دي ما بتحصلش، يعني صعب جدا انها تحصل. لكن بيجي بقى لحظة انفجار، انشطار. احنا عندنا مسلح قافل على العقل الباطن والبلاوي اللي موجودة فيه. انشطر بدون وعي عييت. يعني اذا القوة الكامنة المخربة دي خرجت كده لوحدها هعيا، هيجيلي فصام، هو ده المرض العقلي. لو خرجت بقى وانا في كامل وعي وكامل ارادتي وتوجيهي بقى انا اللي ماسك زمام الامور، هتطهر. يعني هي دي بقى لحظة التطهير. ويكون قرار. يعني تأكدي، يعني هو هنا الجمال السؤال بتاع حضرتك، هل ممكن أن يأتي هذا بقرار أو في لحظة؟ يعني هو يعني هذا يحدث بس نتيجة للرصيد. ودي الشخصية اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هي الشخصية اللي البناء النفسي بتاعها سوي وسليم ونظيف، ولكن تأتي متغيرات كثيرة جدا تشوه ده. في عقله الباطن الصراع موجود. يعني ليس بالضرورة أن يكون الصراع موجود على مستوى العقل الواعي، وإلا هتبقى مسألة إيه طب أسرى دي ولا ما أسرقهاش، ويسرق ويروح بالليل ما ينامش. لا، المسألة مش بهذه البساطة. يعني المسألة مش كده. فهو عاش مرحلة من حياته سيء سيء سيء، ويغرز نفسه أكتر في الوحل ويتمادى. يعني هو يعني هذه الشخصية تتمادى كأنه يعاقب نفسه، كأنه بيعاقب نفسه بالقاذورات التي يهيلها على نفسه، إلى أن تأتي بقى لحظة الانفجار ويفور ضد هذا ويواجه نفسه مواجهة حقيقية ويقرر. يعني قررت أن أكون نظيفا، وعنده بقى المبررات النفسية اللي احنا تكلمنا عليها.